മജ്‌ലിസിന്റെ സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് വർഗൽ, ഷെയ്ഖുനായുടെ പുത്രൻ സയ്യിദ് ഷഹീർ ബുഖാരി തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും. എല്ലാ മുഅ്മിനീനും അതിനു വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് അല്പം കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് മദഹുകൾ ചൊല്ലാനുണ്ട്. അനസ് ജോഹർ മഷീദ് ആലപിക്കുന്നു. دمعتي بعيوني أو ما علمتم للحبيب محبتي يا زائرين يا زائرين لا تذهبوا لا تذهبوا بدوني لا تتركوا بالله 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 لا تتركوا بالله قلبي للجوى للجوى رسول الله يا أمة يا خديجة الكبرى ذكرك يحيي فؤادي ذكرك يحيي فؤادي فأنت ركني وعمادي حبك في الحشر زادي وبحبك نرجو المثابة نتوصل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي هو أم الصحابة فعسى دعوة مجابة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم
هبته من ثرته وزملته هوانت عنه شعابا صلى الله على محمد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله ترافينا كآبا صلى الله على محمد الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم توسل بالحبابة والمجهول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى ثم هدابة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله أشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه رقى في العلا والمجد أشرف رتبتي بمبدأ بمبدأه حار الخلق كيف انتهى بحبك بارح وطرفي بعد الدمع تجري دماء وأجل صدى القلب الكثير صدى صلاتنا على النبي الهاشم المطالب أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب صلاتنا على النبي الهاشم المطالب أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب طابت به أنصاره
الهاشم المطالبي احمد زكي الهسري والبسبوح في قدبي يا مصطفى انت الحبيب انت الشفيع والطبيب يا مصطفى انت الحبيب انت الشفيع يرتاح كالغصن الرطيب بذكرك القلب يطيب يرتاح كالغصن الرطيب صلاتنا على النبي الهاشم المطالب أحمد زكي المصطفى فيه الهدى فيه الشفاء آثرت مدح المصطفى فيه الهدى فيه الشفاء قلبي عليه أكفى والله حسبي وكفى قلبي عليه أكفى والله حسبي وكفى صلاتنا على النبي الهاشم المطالب احمد زكي النسبي المسبوح في الكتب يا صل وسلم دائما ابدا على Thank you.
I'm not afraid.